انا بجد مش عارف اشكرك ازاي يا استاذ فيصل على وقفتك معانا وانك وافقت تلعب معانا اللعبه دي. يا اخي سبحان الله، ده انا المفروض اشكرك. انت عارف يا دياب، انا لولاك كان زماني خسرت فلوس كتير قوي. لا، هو اللي المفروض نشكره بجد بقى ستيريو. هو لولاك كان زماننا كلنا خسرنا. هو يبان غريب بس هو للاسف جد. عيب عليك يا، انا عملت كل حاجه غلط في الدنيا دي. اللي ايه اللي ايه؟ ما انا بقول لك كل حاجه، بس وقت ما تعوز رجوله ستيريو اول الحاضرين. يعني ايه يا جدع انت؟ مفيش اندومي كوري. ما تكلمني زي ما بكلمك. الله صاحبي، السلام عليكم. السلام يا اخويا. شندوتشين همبرجر فراخ ومعاهم قرنين فلفل حامي، يكون سبايسي يعني. هستناك هنا اهي في السريع في السريع. خد يا حاج، انا شفتك فين قبل كده؟ وشوفك ليه وتشوفني ليه واحنا اصحاب؟ وبعدين نزل ايدك. نزل ايدك؟ طب اثبت ياض مكانك وقول لي حكايه اهلك على المسا. والله العظيم ثلاثه ماليه دعوه باي حاجه، هم اللي اقنعوني عشان اعمل اللقطه دي عليكم، ولحد دلوقتي بقى ما خدتش بيت حسابي. لقطه ايه ومين دول؟ واحد اسمه عبد القادر والتاني اسمه عبد المعبود، والجدع اللي كان بيقف معاكم التخين ده اللي اسمه منتصر. ايوه هو منتصر. انت الراجل اللي بيدق الوش؟ اثبت يا. ايه ايه، وانت ما خدتش بالك مني الا دلوقتي؟ لا ما خدتش بالي، بس جدع انك فكرتني. بسم الله ما شاء الله، يعني صحتك جت على الحادثه. اللهم لك الحمد بفضل رضاء الوالدين. ها، ما هو رضا الوالدين اهم من رضا البحراوي. تتهرج على المسا؟ ولا انت هتقول لي كل حاجه بالتفصيل ولا شق بطنك نصين؟ الله العظيم ثلاثه هقول لك كل حاجه بالتفصيل، واختم وابصم وامضي بالعشره. جدع، اروح اجيب الشندوتشات بقى. روح هات الشندوتشات. الشندوتشات يا صاحبي. رد بقى، انت فين يا دياب؟ الحمد لله لحقتك قبل ما تمضي. ايوه يا عم، رايح اتزف. بقول لك ايه، مش عشان حكيت لك الصبح تقعد تقطمني، خلاص ماليش دلوقتي طول مجله طريق الشيطان. يا عم شيطان ايه وزفت ايه؟ ده ملعوب معمول فيك، واخوك كشف الحمد لله. انت فين بسرعه؟ بقول لك ايه، قول لهم يبعتوا لي بقى الحساب. وما تنساش تبعت الحساب بتاع الحساب. تعالى يا حاج وانا هديهولك. وتحاسب لي على الهمبرجر؟ وحاسب لك على الهمبرجر والسوسيس. يا سلام، حقيقي الناس معادم. ده انت لقطه. الله.